ولمناقشة الرفض الشعبي للانتخابات القادمة في ضوء استطلاع أجراه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والصراع السياسي في العراق، ينضم إلينا من برلين المعارض السياسي الأستاذ علي الشعلان. مرحبا بك معنا سيد علي. مرحبا أستاذ يونس، مرحبا بك. أولا، كيف تقرؤون نتيجة الاستطلاع الذي أجراه مركز تابع لمعهد واشنطن للدراسات أو لدراسات الشرق الأدنى، والذي أكد على أن العراقيين لا يثقون بالانتخابات وبنتائجها؟ نعم أخي يونس، بالتأكيد العراقيين لا يثقون بهذه الانتخابات، ولا يثقون بهذه الطبقة الحاكمة الفاسدة في بغداد، لأنه الأخي يونس العراق، شعب العراق عنده تجربة عمرها 18 سنة من إجوا احتلوا السلطة في بغداد. هم ما سووا شيء للشعب العراقي، فقط قتل الشعب العراقي، قتل الإنسان العراقي، قتل الاقتصاد العراقي، وكذبة الانتخابات. احنا كل 4 سنوات نعيش هذه الكذبة، ونفس الوجوه تتداور على الشعب العراقي. أعتقد أستاذ يونس، لا حل ولا خلاص للعراق والعراقيين سوى انتفاضة عارمة على هذه الطبقة الفاسدة الحاكمة في بغداد. نعم حضرتك. وهذه الانتفاضة جاءت في عام 2019 في يعني شهر أكتوبر، وجاءت أيضا في الانتخابات السابقة عندما كانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا. الآن سيد علي، وبعد 18 عاما من احتلال العراق، أين تكمن المشكلة؟ الاستطلاع تحدث عن وجود نسب ضئيلة من التمثيل السياسي، وبأنها لا تزال متدنية وغير فعالة. لماذا لم يستطع أرباب العملية السياسية أن يجعلوها عملية فعالة ومجدية للشعب العراقي؟ نعم سيدي، باعترافاتهم هم أخي يونس، اعترافات الأحزاب السلطة الحاكمة في بغداد، هم يعترفون بأنهم ليسوا برجال دولة. يعني احنا نشاهد كثير من لقاءاتهم، هم يعترفون انهم ليسوا برجال دولة، هم مجموعة شرذمة عملاء كانوا تؤويهم الدول المحيطة بينا وعلى رأسها ايران، واجوا مع الاحتلال الامريكي واحتلوا مطارات شعبنا وخيرات شعبنا ونفط شعبنا. فلهالسبب هذا ما يقدرون يديرون دولة. هم ناس أو يسمون نفسهم إحنا سياسيين، هم ليسوا بسياسيين أخي يونس. هؤلاء مجموعة حفنة سراق إجوا احتلوا بلدنا واحتلوا مقدرات بلدنا ونفط بلدنا ويوزعوا بيناتهم. فلهالسبب هذا ما تنجح العملية السياسية أخي. لا يوجد عملية سياسية في العراق، هناك عصابات تدور في فلك العراق. هذه السلطة المتمثلة في كاظمي، في 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 أحزابهم القاتلة، في أحزابهم القذرة مثل حزب الدعوة، تيار الحكمة، كتلة الوفاء للمقاومة، هذول كلهم عبارة سيدي أخي يونس، عبارة عن قتلة مأجورين إجوا في حنكة الليل واحتلوا بلدنا. وهذا أستاذ علي ما أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال عندما قالت وأكدت أن تقدم العراق مرهون بتفكيك الميليشيات وبمحاسبة الفساد. ولكن في نفس النقطة نجد أن هذه الصحف الأمريكية والدولية التي تؤكد على هذه الثوابت بالنسبة لتقدم العراق المرهون بتفكك الميليشيات، هي يعني تتكلم أيضا عن الدعم الأمريكي واستمرار هذا الدعم للحكومة، وبالتالي لأرباب العملية السياسية وبقاء الحال على ما هو عليه. نعم بالفعل حضرتك تفضلت، حقيقة الوضع يبقى على ما هو عليه، خاصة في هذه ال4 سنوات حكومة بايدن. لا توجد إرادة أخي سياسية لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير هذه الطبقة الفاسدة الحاكمة في بغداد لأسباب عديدة، يعني أسباب عديدة، منها العصابات والميليشيات الحالية اللي تدور في فلك العراق، أحزابهم المجرمة اللي تدور في فلك العراق. نعم مثل ما تفضلت حضرتك، لا توجد إرادة سياسية لدى حكومة الولايات المتحدة بتغيير هذه الطبقة السياسية. على الشعب العراقي أن ينتفض أخي يونس، ينتفض ثورة عارمة كما ثورة تشرين المباركة
احنا لاحظنا شبابنا الابطال شلون انتفضوا في ثوره تشرين المباركه وانطينا العديد من الشهداء. وعلى الشعب العراقي يفهم هذه الانتخابات عباره عن كذبه لتدوير الوجوه فقط لا غير. نعم. ولذلك يعني امام يعني كل هذه المعطيات نجد ان الحكومه والجهات المعنية غير قادرة على عقد الانتخابات في موعدها، هناك حديث عن تأجيل متكرر، ولعل هذا يعكس فشلا في إدارة البلاد أيضا. أكيد، بالتأكيد أخي يونس، هذول هم أصلا فاشلين في 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 إدارة البلاد. يعني إحنا من إجوا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق والاحتلال الإيراني بال 2003 لاحظنا فشل ذريع. يعني ليس فقط مراكز بحوث في اوروبا، في اوروبا هنا في وسط برلين وفي وسط باريس داولت هذه الاحزاب، احزاب السلطه حاليا في بغداد، يعني سمتهم بالتسميه الحقيقيه لهم في القتله، قتل الماجورين. وجابت كثير من التحقيقات في ثوره عن ثوره تشرين المباركه. نعم. ماذا عن موقف الشعب؟ يعني في مرات سابقة الشعب عاقب السياسيين الفاسدين بعدم المشاركة، وكانت النسب متدنية جدا تاريخيا، يعني كانت نسب تاريخية في تدنيها. هل تتوقع أن يكرر الشعب العراقي عقابه للسياسيين مرة جديدة بعدم المشاركة والذهاب للانتخابات؟ نعم، لا، على الشعب العراقي أن يقاطع هذه الانتخابات أخي، هذه انتخابات لقيطة، لا يوجد هؤلاء ليسوا بسياسيين أخي يونس، هؤلاء ليسوا بسياسيين. ما هو مفهوم السياسي؟ السياسي يبني البلد، يبني الإنسان، يبني الاقتصاد. هؤلاء من أجوا من 2003 لحد هذا اليوم هم آلة تدمير للعراق، آلة تدمير للعراق ونهب خيرات العراق. حولوا أخي العراق إلى بنك، إلى مصرف رافدين، ويوزعوهم 12-13 كتلة ويتصورون نفسهم هم بالفعل سياسيين. هم ليسوا بسياسيين، وكثير من اعترافاتهم احنا نلاحظها يعترفون، يعني هم الناس ما عندهم شيء يخافون منه ولا عندهم شيء يخجلون من عنده، يقولون احنا ناس عملاء جينا بغفله من الزمن وصرنا سياسيين. هذا حقيقه هؤلاء. نعم. فعلى الشعب العراقي يعني اخي يونس، نعم، هذا أمر مهم أستاذ علي، عدم المشاركة أمر مهم للغاية كما تتفضلون، ولكن كيف يمكن أيضا أن تجرد الانتخابات من شرعيتها ومحتواها وأن تكون ردعا لهؤلاء السياسيين بين قوسين وللعملية السياسية بصفة عامة؟ نعم أستاذ يونس، من يعطي للحكومة الشرعية؟ من؟ يعني احنا نتساءل. أكيد الشعب، لما الشعب يخرج للانتخابات وينتخب هذه الأحزاب الفاسدة. طبعا بالمناسبة كل من أتى بعد 2003 بدون استثناء كلهم فاسدين وكلهم سراق، وترجع إلى كل، يعني هم الناس يتكلمون ما عندهم شيء يخافون من عنده، يقولون إحنا سراق، إحنا نأخذ منا ونطلع منا. يعني في سواء في لجنة النزاهة أو في لجان البرلمانية، اللجان البرلمانية عبارة عن تقاسم العقود وتقاسم الكوميسيونات بيناتهم. نعم. الشعب يعطي شرعيه اخي يونس، على الشعب العراقي قاطع هاي الانتخابات، لان انت اليوم من تروح للانتخابات وتنتخب هذول القتله الماجورين، معناته انت قبلت مره ثانيه 20 سنه ثانيه من الذل، من سرقه نفطك، من اذلال، يعني القتل دي يوصل الى كل بيت بالعراق. نعم. لا تتصور فئه عن فئه انه هاي الفئه انه الحكام من هاي الفئه انه ما يوصل هالقتل، احنا شفنا القتل دي يوزعوه بالتساوي. هذول اخي من الاخير مجموعه قتله اجت في حنكه الظلام واستولت. نعم. على مقدرات بلدنا. شكرا لك. الشعب العراقي مقاطعه الانتخابات. نعم. شكرا لك. طبعا بيتك لا تروح للانتخابات، لان بروحتك للانتخابات تعطيهم شرعية لقتلك 20 سنة ثانية. شكرا أستاذ علي. نعم. شكرا أستاذ علي الشعلان المعارض السياسي. شكرا من برلين. استاذ. شكرا لكم. شكرا.